بعد ما عملنا دخلنا السيرفس بتاع الارض الطبيعيه وعملنا له بروفايل وكده، وعملنا كمان كوريدور بالاسمبلي، عملنا اسمبلي زي ما احنا شايفين كده، اخترت انا اسمبلي زي كده وعملت بيه الكوريدور اسمبلي ده فيه داي لايت. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل كروس سيكشن ونحسب منه كمان كميات الحفر والرد. مبدئيا هنخش على الكوريدور بروبرتيز، نعمل سيلكت ورايت كليك وكوريدور بروبرتيز، ونخش على السيرفيسز نعمل له هنا اد سيرفيس، ونعمل من هنا توب، نعمل علامة البلس وندخل هنا الاوفر هانج بتاعه يبقى التوب لينك، ونغير اسمه عشان ما نتلخبطش بعد كده ونسميه توب. نعمل سيرفيس جديد ونعمل من هنا نختار ديتم ونعمل البلس ونسمي والاوفر هانج بتاعه يبقى البوتوم لينكس، وكمان نغير اسمه عشان ما نتلخبطش بعد كده نسميه ديتم. نخش بعد كده على الباوندريز فوق، هنا نعمل اد اوتوماتيكالي للتوب، اد اوتوماتيكالي للداي لايت، نفس الكلام للديتم، رايت كليك اد اوتوماتيكالي الداي لايت واقول له اوكي ريبيلد كوريدور. هنشوف دلوقتي ازاي اعمل كروس سيكشن. هخش على حاجه فوق هنا اسمها السامبل لاين، هلاقيها فوق هنا، ادوس عليها واضغط في الشاشه رايت كليك واقول له اوكي، هيفتح لي الكلام ده. هنا كده انا عندي السيرفس بتاعتي، الارض الطبيعيه اللي انا مسميه دي السيرفس بتاع الكوريدور الاصلي، والسيرفسين اللي انا عملتهم دلوقتي اللي هو واحد توب واحد بوتوم، دول داخل، والالايمنت اللي عندي هو الايمنت 1 مفيش غيره. المهم هقول له اوكي. هخش هنا فوق على القايمه اللي فوق دي واعمل اتاكد من حاجتين. اول حاجه من العلامه دي سامبل مور سورسز، لازم اعمل اد لكل السيرفيسز اللي عندي، فعمل كده وادوس اد 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 واقول له اوكي. الحاجه الثانيه من العلامه دي اقول له انا عايز السامبل لاين كل قد ايه، انا ممكن احدد له عند ستيشن واحده بس محدده او على رينج ستيشنز، يعني لو دخلت عليها وشفت جوه، لو انت دوست عليها بقى وتجرب جوه هتختار بقى كل كام متر وعرض السامبل قد ايه وكده. الاحسن هنا عشان انجز يعني اقول له اللي هو فروم كوريدور ستيشنز، هيفتح لي كده، هيبقى عندي لو فروم كوريدور ستيشنز. الحاجة الوحيدة اللي هو ممكن فعلا اغير فيها اللي هي العرض بتاعه، دي ممكن اتحكم فيها، ممكن اعدلها بعد كده. وهو طبعا خلاص اوتوماتيكالي عرف الستارت ستيشن بتاعه والاند ستيشن بتاعته، لان انا عامله فروم كوريدور. هقول له اوكي، هلاقيه فعلا عمل السامبل لاينز اللي هي الخطوط الزرقاء دي. خلاص كده انا خلصت، هقفل دي. اخش بعد كده بقى على السكشن فيوز اللي فوق، يا اما اعمل مالتيبل فيوز او سكشن فيو واحد معين او بروجكت او كذا. هنشوف دلوقتي مثلا نعمل سكشن فيو واحد وبعد كده نعمل المالتيبل. هقول له كرييت سكشن فيو، فده ننفذها من الالاينمنت بتاعي. انا عايز عند ستيشن كام، اختار الستيشن اللي انا عايزها، مثلا الستيشن دي، دي خلاص تمام كده سامبل لاين، هو اتعدل يعني مع نفسه. المهم هقول له نيكست نيكست. يعني هو هنا الاوفست رينج يعني يمين وشمال قد ايه، والحاجات دي اتعرف عليها من الكوريدور، لو انت عايز تغيرها غيرها بحيث العرض يعني بتاع كروس سيكشن. نفس الكلام بالنسبه للاليفيشن، لو عايز تغيره بعد كده غيره، هو اوتوماتيكيا يعني بيظبطه، ممكن انت تعمله سبيسيفايد زي ما انت عايز. وهقول له نيكست. هنا خلاص انا يعني هسيبهم زي ما هم مبدئيا، وهقول له نيكست. دي السيرفيسز اللي عندي، السيرفيس الاصلي بتاع الارض الطبيعيه، وفي اللي هو بتاع الكوريدور واحد اللي هو توب واحد بوتوم او الواحد ديتم، فكده تمام. وهقول له نيكست. هنا هختار من فوق اللي هو ميجر ستيشنز اوفست اند اليفيشن، وهنا بقى مهم ان انا اغير الحاجات دي بحيث ان البيانات تطلع مظبوطه. الاي جي اليفيشنز اللي هي الاكزيستنج جراوند انا عايزها من السيرفيس اللي هو اسمه دي اللي هو بتاع الارض الطبيعيه، ده لازم تغيره. بتاع الاف جي اليفيشنز لازم تعمله بتاع التوب،
فكده انا عندي الاكزيستنج جراوند هياخد بياناته من السيرفس بتاع الارض الطبيعيه اللي هو اسمه دي دي، والاف جي من التوب. اما الاوفست فدي ملهاش لازمه، ما تغيرهاش دلوقتي، احنا بعد كده هنستخدم الداتم ده في حاجه تانية في اللي هي كميات الحفر والرمل. هقول له كرييت سيكشن فيو، بيقول لي احطه فين، احطه في المكان اللي انا عايزه، احطه هنا مثلا. هلاقي فعلا لو قربت ادي السكشن فيو بتاعي الارض الطبيعيه، وفي اللي هو الاسامبل اللي انا عايزه بالبارير والكلام ده. وممكن كمان اغير فيه زي ما كنت بغير في البروفايل عادي خالص جدا، يعني واخش كده واعمل رايت كليك وهلاقي هنا سكشن فيو بروبرتيز، واغير الباند لو انا عايز اغير الالوان، وعايز اغير البيانات بتاعت الجدول اللي تحت. المينيمم بتاعي يكون 40 والماكسيمم بتاعي مثلا 70. وممكن كمان في الاوفسيت اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هو العرض بتاعي، لا انا عايزه يكون مثلا السكشن بتاعي من نيجاتيف 30 ليفت ل 30 رايت، واقول له اوكي. هلاقي فعلا السكشن اتغير بتاعي، وفعلا بقى من 40 ل 70، واتحكم فيه زي ما انا عايز. يعني طبعا في الغالب احنا مش بنحتاج سكشن واحد، احنا بنحتاج سكشنز على كل الكوريدور عشان نحسب كمان كميات الحفر والردم كله. هنعمل ايه؟ هنخش على السكشن فيوز فوق واقول له كرييت مالتيبل فيوز. هنا فعلا هو اتعرف ان هو هيعمل السكشنز من ستيشن كذا لستيشن كذا اللي هي بتاعت الكوريدور كله. هقول له نيكست. هنا يستحسن ان انت يعني تعملها درافت. ليه؟ عشان يحطهم كلهم في مستطيل واحد كده، ما يبقوش كلهم جنب بعض بشكل مش ظريف يعني. وهقول له نيكست. الاوفست رينج اللي انت ممكن تغيره بعد كده خليه زي ما هو اوتوماتيك. نفس الكلام للاليفيشن رينج، هيختلف طبعا من سيكشن للتاني، هو هيحدده اوتوماتيكيا. هقول له نيكست. كده تمام، دي السيرفيسز اللي عندي. هقول له نيكست. وهنا هقول له ميجر ستيشنز اوفست. نفس الكلام اظبط هنا الاكزيستنج جراوند هيبقى من السيرفيس بتاع الارض الطبيعيه اللي انا مسميه دي دي، او على حسب ما انت مسميه عندك. الاف جي هيكون من التوب، وهقول له كرييت واحط مكانهم هنا. هيبتدي هو يحمل، فعلا ظهر عندي اهو في مستطيل كل الكروس سيكشنز بالستيشن بتاعتهم. وممكن اتعامل مع الكروس سيكشنز اللي ظهرت دي زي البروفايل برضو، يا اما مع كروس سيكشن لوحده. يعني مثلا ان انا اجي على ده جوست رايت كليك عليه، هلاقي السيكشن فيو بروبرتيز. لو انا عايز اغير فيهم كلهم يبقى السيكشن فيو جروب بروبرتيز كلهم. انا مثلا عايز اغير في السيكشن ده بس، اخش كده زي البروفايل بالظبط، اظبط في البندات والجدول اللي تحته والالوان مثلا والليبلز وكومبوز ليبلز عادي خالص. يا اما ادوس على اي سيكشن كده ورايت كليك واخش على سيكشن فيو جروب بروبرتيز، هلاقي كده فعلا اكبر الشاشه، هلاقي ان هو ممكن اعمل تشينج باند سيت لكله. يعني مثلا لو انا عايز اخلي مثلا في جاب في الجدول، او يعني اي حاجه هتتغير لكله. مثلا انا عايز اغير الالوان، يعني مثلا اي جي اليفيشن لو دخلت اغير الالوان بتاعتها في الديسبلاي، هلاقي مثلا الباند بوردر لا انا اخليه مثلا لونه ماجنتا. اوكي. ونفس الكلام هبريك بس ان ده كده هيغير لكل الجداول يعني. واقول له اوكي، واقول له اوكي اوكي اوكي، واقول له اوكي تحت. هلاقي بيحمل اهو اللي هو البوردر بتاعه. انا بوريك انت بقى تغير اللي انت عايزه. ده الكلام ده من اللي هو ان انت بتعمل سيلكت ورايت كليك على السكشن فيو جروب بروبرتيز. ممكن كمان ان انت لو عايز تغير العرض ممكن ترجع تاني اللي هو على الكوريدور نفسه والسامبل لاين، مثلا تعمل كده دي ستيشن كام 50 680، ممكن مثلا تغير العرض بتاعها تحركه كده مثلا. ونفس الكلام من هنا، انت كده غيرت في دي بس لو فعلا، وهتلاقي الكروس سيكشن اتعمل له ابديت باي ديفولت. يعني 50 680 هدور عليها كده في الكروس سيكشنز واسميها 680 عشان انا قللت العرض بتاع السامبل لاين ده بس. الكروس سيكشن برضو اتغير العرض بتاعه بقى هو 10 و10 غير الباقي كله. ممكن كمان ارجع للسامبل لاين لو انا عايز اغير فيهم كلهم، اخلي مثلا عرضهم 30 يمين 30 شمال، فهعمل سيلكت كده اي سامبل لاين لو انا عايز اغير في اللي هي مش سامبل لاين بس، في الجروب كله مثلا العرض بتاعه،
فهعمل سيلكت على اي سامبل لاين واخش على ايديت سامبل لاين، بعد كده بيقول لي سيلكت سامبل لاين فاختار ده مثلا، وبعد كده اخش فوق على العلامه دي واقول له ايديت سواث ويدث فور جروب، ممكن مثلا اخليه الليفت مثلا 30 والشمال الشمال 30 والرايت 30، واقول له اوكي، هلاقي فعلا ان هو عرضهم كله بقى 30. هعمل اسكيب كده وابعد، فعلا عرضهم اتغير. ولو رجعت للكروس سيكشنز هلاقي فعلا ان هو كلهم اتغيروا اهو، بقى 30 شمال و30 يمين اي كروس سيكشن. ليه؟ عشان انا غيرت للجروب بتاع السامبل لاين كله، وهو عمل ابديت للكروس سيكشنز كلها ان هي بقت العرض 30 يمين 30 اهو يمين 30 شمال و30 يمين. عايز احسب دلوقتي كميات الحفر والرد، هعمل سيلكت على اي كروس سيكشن، هعمل سيلكت واخش فوق هنا على حاجه اسمها كومبيوت ماتيريالز، هقول له اوكي. هنا انا هبتدي عايز احسب مثلا الكات والفيل، وهختار من هنا الاكزيستنج جراوند بتاعي هيكون من اللي هو السيرفيس دي دي، والديتم بتاعي اهو الديتم هيكون من السيرفيس اللي انا مسميه ديتم اللي معمول من الكوريدور، وهقول له اوكي. هو كده بيحسب، او نستنى بس على البرنامج شويه. لو شفنا دلوقتي اهو كل كروس سيكشن هلاقي فيه اهو منطقه معمول فيها كات في الكروس سيكشن ده اللي هي باللون الاحمر، وفي كروس سيكشنز تانيه مثلا كروس سيكشن زي ده هلاقي فيه اجزاء فيها كات اللي هي باللون الاحمر، واجزاء فيها فيل اللي هي باللون الاخضر، او على حسب يعني الارض. هو هنا معظم الارض يعني اتعمل ان هي فيها كات اللي هو باللون الاحمر ده. ولو عايز اطلع ريبورت كمان هعمل سيلكت على اي جريد في كروس سيكشن، وهلاقي فوق هنا حاجه اسمها جنريت فوليوم ريبورت، هقول له اوكي. هيفتح ويندو كده اقول له يس، هيطلع لي جدول كل ستيشن الكات فيها قد ايه، والفوليوم الكات والفيل بكل الستيشن عشان اشوفه، ممكن كمان انقله على الاكسل. طيب لو انا عايز احط الجدول بتاع كات وفيل جنب كل كروس سيكشن هعمل ايه؟ هعمل ادوس كده ورايت كليك واخش على السكشن فيو جروب بروبرتيز، كبر الويندو ده، في هنا حاجه اسمها تشينج فوليوم تيبل هدوس عليها، هيطلع هنا المنظر ده. هقول له انا عايز جدول خاص بالكات والفيل، فهقول له اد، هنا هيكتب لي فعلا في الجراوند ريموفد والجراوند فيل لان هو دول اللي انا حسبتهم، فهقول له اوكي. واقول له لو انا عايز طبعا مكان الجدول توب ليفت ولا توب رايت، انت بقى بتتحكم فيه، والاكس اوفس الواي اوفس، المهم هقول له اوكي، وهقول له اوكي تاني. هلاقي كده فعلا في جدول جنب كل كروس سيكشن اتكتب فيه ان هي الجراوند ريموفد او الكات قد ايه كاريا وكفوليوم، والفيل قد ايه، والكوميوليتيف بتاعه ده الجدول بتاعي. لو انا كمان عايز احسب طبقات الرصف والكميات بتاعتها، مبدئيا في بس معلومه جانبيه عايز اكد عليها، هنا طبقات الرصف ليها الوان كده انا ممكن اغيرها بحيث ان هي تبقى خطوط بس، عشان لما تيجي تطبع اللوحه الدنيا ما تبقاش سودا خالص، فهعمل كده ورايت كليك واخش على برضو اللي هي السكشن فيو جروب بروبرتيز، هلاقي هنا حاجه اسمها سكشنز فوق موجوده هنا، وهلاقي ان هو كوريدور 1 ده انا اختار فيه ان هو يكون الستايل بتاعه اخليه ان هو مثلا فيو اديت او فيو اديت وذ شيدنج على حسب ما انت عايز، خليه فيو اديت بس عشان يبقى ما فيهوش اي تهشير، واقول له اوكي واستنى عليه حاجه بسيطه كده. هلاقيه فعلا هنا طبقات الرصف بقت عباره عن خطوط بس، مش حاجات ليها الوان عشان ما تتعبكش في الطباعه. ممكن كمان من تحت هنا اغير بس السكيل بتاع الكتابه ده شويه بحيث ان هو يصغر. عليه صغر كده فعلا عشان بس الكتابات ما تبقاش داخله في بعض. انا بقى عايز احسب كميات الطبقات، يعني انا هنا عامل طبقه اسفلت اولانيه، وبعد كده طبقه تانيه، وبعد كده البيز والصب بيز وكده، هوريك بس. فهنعملها ازاي؟ هعمل سيلكت على اي كروس سيكشن، وهخش فوق على الكمبيوت ماتيريالز، واقول له اوكي.
هلاقي هنا فوق حاجة بدل ما هي سيرفس، لا انا اخليها كوريدور شيب، هختار منه اللي انا عايزه. مثلا عايز طبقة الرصف الاولانية، بس الاول هقول له اد نيو ماتيريال من فوق هنا. الاد نيو ماتيريال دي هختار منها، انا خلاص الكات والفيل هو اللي كان معمول، هقول له مثلا ان انا عايزها structures، لازم تتعمل كده. بعد كده الطبقة دي هقول له بلس من هنا، فكده فعلا دخل اللي هو، معلش نكبر بس الويندو ده عشان نشوف كويس، كوريدور بيف 1 اهو، نديله حتى اسم بيف 1 كده تمام. ممكن كمان نعمل اد نيو ماتيريال تاني وندخل فيها من فوق هنا اللي هو طبقة السب بيز او البارير الخرسانة اللي في النص زي ما انت عايز، ونعمل بلس من هنا. هو هنا لازم يقول لي هو يبقى ستراكشر دينتي تعملها، فاقول له ان هي تبقى ستراكشرز، وبعد كده اعمل بلس للسب بيز من هنا، فاقول له بلس كده فعلا دخلت، واسميها، سمي اللي هو الجدول ده كده اهو، واقول له اوكي، هيبتدي يحمل. طبعا هو مش هيظهر في الجدول، هو بس بيحسبها ان هو مش هيظهرها في الجدول، انا عايز اظهرها في الجدول، هنشوف ازاي دلوقتي. هعمل سيلكت على كروس سيكشن، واخش على السيكشن فيو جروب بروبرتيز، اكبر هنا، اخش على السيكشن فيوز تاني، وهنا اهو اللي هو تشينج فوليوم تيبل، ادوس عليها، فهعلم عليه ده الجدول القديم اللي انا كنت عامله، هدوس عليها اكس كده، اعمل بقى اد تاني، هيظهر فعلا الطبقات اللي انا دخلتها، الريموف والفيل موجودين من الاول، والبيف 1 والسب بيز اللي انا دخلتهم اتوجدوا، فهقول له اوكي، وبعد كده اقول له من تحت اوكي، واستنى عليه حاجة بسيطة، واقول له اوكي من تحت كده، هيبتدي هو يظبط نفسه ويحمل برضه، وهيلاقي فعلا الجدول بتاعي اهو اتعمل الجديد، اللي هو بقى فيه جراوند ريموف وجراوند فيل، واتضاف عليه اللي هو البيف 1 والسب بيز. ولو كمان عايز اطلع الريبورت، فهعمل سيلكت على اي كروس سيكشن، واخش فوق برضو على جنريت فوليوم ريبورت، بس مبدئيا ما تتسرعش هنا الاول، هو كده هيطلع كات وفيل بس في الريبورت، فانا لازم ادوس هنا، وهلاقي هنا حاجه اسمها سيلكت ماتيريال، واقول له اوبن، واقول له اوكي يس، كده فعلا ظهر عند كل ستيشن عندي، في اللي هو الستيشن اهي، الريموف قد ايه، والفيل قد ايه، والبيف 1 قد ايه، والسب بيز عند الستيشن اللي بعدها، وهكذا، وكده الريبورت بتاعي جاهز وكامل بكل المقاييس.